السلام عليكم خوتي حبابي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نناقشوا واحد الموضوع او غادي نجاوب على بزاف ديال الاسئله اللي كتوصلني في التعليق في الصفحه عبر الفيسبوك واللي كتوصلني حتى في التعليق في القناه. المهم قبل ما نبداو ما تنساوش توقفوا الفيديو وفرحوا اخوكم بشي جيب للفيديو واجي نكملوا الفيديو مجموعين. المهم باش ما نطولش عليكم وبكل اختصار نبداو في الموضوع. الا لاحظتوا هاد السنه ثمن الحول او الخروف الخاص بالعيد راه ثمن مناسب. عارف شحال من واحد غادي يقول لي عاودي سعيد الله يهديك اش كتخربق، الثمن على حسب ما كتصور لينا راه ثمن خيالي. المهم رايك يحترم ولكن كمل معايا باش تفهم اشنو باغي نوصل لك. الى عقلتو في سنه 2018 قبل العيد بربع شهر كنا كنشوفوا اثمنه خياليه. مثلا شفنا هاد السلعه اللي تبعت ب 6500، و الى كان العقل ينفعني عطاوه 6500 وما بغاش يبيع 6500 درهم وما بغاش يبيع. و الى لاحظتوا هاد السلعه الى عقلتو كتذكروا مزيان تبعت ب 4000 درهم. وهاد السنه السلعه كتشبهها تماما تبعت غير ب 3300 درهم. حاول الثمن في سنه 2018 هاد السلعه تبعت ب 2700 درهم. وفي سنه 2019 هاد السلعه تبعت ب 2750 درهم. 55. شوفوا الفرق، هاد السلعة اللي ب 2750 درهم اللي تبعت في 2019 كتشبه السلعة تماما اللي تبعت في 2018 ب 4000 درهم. ربما كاين واحد الاختلاف قليل ولكن كاين فرق كبير في الثمن. ربما تقولوا لي ساعد اشنو بغيت توصل لنا بهاد المقارنات ما بين ذاك العام وهاد العام. قبل غادي نجاوبكم نذكركم بواحد الامر وغادي نتكلموا على العلف. العلف شحال كان ساوي دابا وشحال كان ساوي في 2018. ونبداو بالنخاله. النخاله الخيشه اللي كانت فيها 40 كيلو في 2018 كانت ب 70 درهم وكانت كتوصل حتى ل 80 درهم. لكن في 2019 ابتداء من شهر 3 كنركز، ابتداء من شهر 3 وصلت ل 100 درهم والان وصلت ل 125 درهم. الشمندر في 2018 الخيشه اللي كان فيها 50 كيلو كانت ب 130 درهم والان وصلت ل 175 درهم. الشعير في 2018 كان بدرهم فاصلة 50 سنتيم ووصل حتى لدرهم فاصلة 25 سنتيم. من شهر 3 في 2018 وهو كيرتفع حتى وصل 3 درهم. في 2018 الربيع كان في اغلب المناطق في شهر 1، يعني في شهر 1 بدا الربيع وبقى الربيع حتى لشهر 5. ربما تقول لي كاين شهر ربيع في شهر 5. نعم انا كنتكلم بخصوص منطقتنا، بعض المناطق راه كيبقى حتى لشهر 6 وكيبقى حتى لشهر 7 بعض المناطق، ولكن في اغلب المناطق كيبقى حتى لشهر 5 ولكن يابس، يعني الربيع يابس مباشره كينتقلوا الخرفان من الربيع اليابس للحصيده، هذه معروفه. في 2019 الربيع مبدا يعني يبدا في شهر 10، في شهر 10 ماشي ديال 2019، في شهر 10 يعني الربيع فصل الربيع ديال 2019 بدا في شهر 8، يعني بدا في الخريف بحكم انه الشتاء كانت امطار رعديه اللي جات في شهر 8 في الاخر ديالو في شهر 9، يعني ما كان شهر 10 حتى كان الربيع موجود. وهذا الفيديو اللي غادي تشوفوا قدامكم دابا يعني راه مصور في شهر 11 في الاواخر ديالو، يعني شوفوا الخير تبارك الله كي دايره. اما بالنسبه لمناطق السراغنا والرحمنا ونواحي مراكش الربيع ما كانش بالمره. المهم غادي دابا نجاوبكم ونوضح لكم اش باغي نوصل لكم بالضبط. الا لاحظتوا النظام اللي غاديين عليه الكسابه غير مفهوم. كيفاش الحولي في 2018 كان كياكل فابور من الربيع وحتى من العلف تقريبا غادي يقدر ياكل 4 دراهم في اليوم، واما بالنسبه ل 2019 تقريبا الحولي راه غير 3 اشهر، يعني بدا يرعى من ديك شهر تقريبا 10 في الاواخر ديالو حتى لشهر 1 وبدا كيعاونوا فيه بالعلف. يعني هذا الحولي من غادي يبدا يعلف من شهر 2 حتى لشهر 6 المفروض غادي يكون غالي. اذا علاش صارفين عليه بزاف ورخيص واللي صارفين عليه شويه غالي؟ يعني اش هاد العابات في الثمن؟ الكساب والشناق والسوق عندهم واحد النظام كيتحكم في السوق واللي هو نظام العرض والطلب. سعيد متفقين، ولكن في 2018 راه كان العرض موجود وكان الخير موجود، اذا بلا ما تدوخنا. يا هاك حبيبي راك على بال، لكن خليني نكمل لك شنو وقع باش تفهم اكثر. نبدا لك من اول موسم لهاد السنه باش تعرف اش وقع للكسابه. الموسم اللي اغلب الناس كتشري فيه الاغنام باش تكسب هو شهر 10 وشهر 11. اغلب هاد الكسابه شراو في شهر 10 حقاش كانت امطار رعديه وكان الربيع والخير كيبشر وكان العام كيبشر بالخير. اي كساب كيطمع وكيشري، والجميل في الامر الكساب ما كيهموش الثمن وهو كيشوف فقط الربيع موجود، يعني كيشري بواحد الثمن خيالي. تخيلوا معايا الخروف عنده 4 شهور السعر ديالو تقريبا 1500 درهم وما فوق،
والحماق هذا. إيوا سيدي عليك، في آخر سنة 2018 وفي أول سنة 2019 العام لا يبشر بالخير، لكن تمن حلف ما ينزل. الناس عندهم مخزون تاع 2018 وكاين اللي مازال عنده المخزون ديال التبانو ديال العالو ديال 2017. ايوا وصل سيدي عليك شهر جوج تمن مازال عصبه حالف ما ينزل. تمن يعني كان خيالي في ذاك الوقت، لكن حتى كتجي الضربه القاضيه اللي هي مرض الحمى القلاعيه، شكون غادي يشري منك والحولي المريض ديال الباشا؟ في هذيك الوقيته اخويا شكون غادي يشري منك الحولي والحولي المريض؟ ايوا شد يا باشا، هنا الكسابة دخلهم الخوف، وكاين اللي بغى يبيع وكاين اللي مرض لي غير الحولي بسبب العلف، او لا مات لي بسبب المرارة دفنوه وغبر لي الاثر خوف من المقدم يسمع الاخبار ويجيو يدفنوه لي الاغنام كامل. هنا الكسابة بغاو يبيعوا والثمن رجع بزاف. يا سيدي عليك نص شهر خرجات من الكسابة، وكاين اللي دفنوه لي الابقار ديالو وكاين اللي دفنوه لي الاغنام ديالو، وكان واحد التخوف يعني الكسابة تقريبا هاد العام ما يتنساش ليهم بهذا ديال بهذا المرض ديال الحمى القلاعيه. وبزاف الكسابة باعوا واحد الثمن اللي خاسرين بزاف، باعوا حقاش خايفين الاغنام ديالهم تمرض ليهم او اللي دفنوا ليهم الامراض ديالهم. والمشكله الطلب ما كاينش، يعني شكون غادي يشريو كاين المرض؟ كلشي خايف. في شهر 3 في الاواخر تاعو الناس عرفت بان المحصول الزراعي صافي، واخا يعني تجيه الشتا صافي ما غاديش يتحصد، وهنا اللي عنده شي حصيده راه فيها، وكاين اللي كيكري الاغنام تاعو وكاين اللي ما عندوش الاغنام كيكري بلادو الشخص عنده الاغنام. وحتى المرض يعني ديال الحمى القلاعيه تنسى، يعني دوز واحد الفتره ديال شهر او اقل وتنسى. وهذا الشيء خلى الثمن يرتفع شويه، ولحد الان الثمن مناسب. دابا الفرق ما بين 2019 و2018 هو واخا كان العرض موجود لكن كان عامل العلف غالي. دابا في 2018 كان الكسب ما كيبغيش يبيع لك بثمن ناقص، خاصو يبيع بثمن خيالي، وحتى الا ما باعوش هانيه يرجع اصلا العلف رخيص والربيع موجود. وحتى اللي باغي يشري كيقول واخا نشري غالي ما غاديش نصرف عليه بزاف وغادي نربح فيه. عكس 2019 الكسب من كيبغي يبيع كيتفرض عليه يبيع، والا الخاضي رجعه، وإلا رجعوا غادي يصرف عليه تاني والعلف غالي. والمشكل كاين بزاف كسابة ما عندهمش إمكانيات اللي يقدر يتحمل ينفق على كسيبته. وحتى اللي باغي يشري خاصو يشري بثمن ناقص حقاش المصاريف كثيرة والعلف غالي، وإلا شرى الحولي غالي يعني ما عندوش أرباح. كل هاد الأسباب كتحكم في مجريات الثمن. لكن السؤال اللي حير الملايين الناس، وعلاش الكسابة كيتشكاو كل عام كيقولوا إحنا خاسرين؟ الجواب هو الكساب كاين اللي رابح وكاين اللي خاسر، وإلا كانوا كلهم خاسرين تأكد عمرهم غادي يكسبوا مرة واحدة أخرى. بالعكس في السنة تقدر تلقى 7% من الناس اللي كتخسر، وأغلب هادو اللي كيخسروا إما كيكون مبتدئ أو كيكسب عدد كبير كيفوق الجهد ديالو، يعني ما كيبقاش يقدر يكمل مع الكسيبة وكيولي كيبيع بواحد الثمن اللي ناقص، أو إلا قدر الله إنسان واخا يكون محترف كيقدر الله كيجي مرض أو سارقة أو شيء من هذا القبيل. لكن الكساب مضروب حاجة واحدة، واخا كيربح تأكدوا كيضرب تمارة كثيرة باش يوصل واحد الحولي في مستوى جيد. ومن هذا المنبر كنحيي كل كساب كيصور ظرف ديال الخبز حلال. المهم الخوت موضوع نسل، لكن حبيت نوه لواحد الأمر. كيف لاحظت الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى القناة وصلت 80,000 مشترك، كل هذا بفضل الله وفضل الدعم ديالكم وثقتكم فينا. كنقطة كنبغي نوضحها، ها 80,000 مشترك ما كيتوصلوش بجميع الفيديوهات اللي كنوضع، والسبب مني كتشترك راك ما كتفعلش الجرس، ضروري من بعد ما تشترك تفعل الجرس باش الوقت اللي نوضعو فيديو جديد توصلك واحد الرساله كتنبهك ان القناه حولي سردي راهم داروا فيديو جديد او وضعوا فيديو جديد، ديك الساعه ليك الاختيار تدخل تفرج فيه او لا ما تفرجش فيه. المهم الا كنت اول مره كتشوف قناتنا حولي سردي وعجبتك، مرحبا الف مرحبا في عائله قناه حولي سردي. الا كنتي مشترك من قبل وما كتوصلكش الفيديوهات فعل الجرس باش تبقى توصل بكل جديد. المهم بكل صراحه وبدون مجامله، فخور بنفسي وفخور بكم، فخور بنفسي من بانني كنقدم واحد المحتوى اللي نقي والحمد لله، واخا كبدايه كنظن انها ناجحه. فخور بكم حقاش ما كنقرا التعاليق ديالكم، كنعرف بان القناه كيتابعوها ناس واعين ومتحضرين في افكارهم وكيعرفوا اش كيكتبوا في التعاليق. وتاكدوا اقسم بالله ما كنجاملكم، يعني دخلوا للتعاليق وانتم ما تعرفوني يعني اش كنقصد. من القلب مني لكم ألف شكر، والحلم ديالي إن شاء الله نوصل 100,000 متابع من العيد الأضحى.
المهم الخوت، خليوا لي التعليق ديالكم، التناقض ديالكم، اي شيء حبيتوا وضعوا لي في التعليق خصوصا الموضوع اللي طرحنا، وغادي نكون جد سعيد بالاجابه عليها. وما تنساوش لايك، ما تخسر والو، لايك او ديزلايك على حسب انت شنو كيف جاك الفيديو، وعلاش لا ما تبارطاجيو الفيديو مع الصحاب ديالكم باش يفهموا شنو واقع في ارتفاع وانخفاض الثمن في هذه السنه ديال 2018، في هذه السنه ديال 2019 وفي السنه اللي من قبل 2018. المهم الخوت، ما نطولش عليكم، يلا تهلاو لي فراسكم، ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.